هلا غير هيك يعني بتعرف مؤخرا تم توقيع اتفاقية الغاز، فيعني نحن مسرورين خلينا نقول بانه اخيرا فرحة مش ساعتنا. توجهوا شرقا على الاصول، يعني عارف كيف علي، ووقعوا على اتفاقية بتقول بانه الشخصيات الاعتبارية او الجهات الاعتبارية ورافر شو هي، يعني اي جهة بدها تكون لها علاقة بالتنقيب ممنوع تشارك بالبلوك رقم 9 إذا عليها عقوبات دولية بما يعيق مساعي الولايات المتحدة. فهذا اتكات التوجه شرقا كتير حبيته أنا، بس منيح منيح يعني أول شيء هلأ ريحونا من اعتبار عملوا ديل هني والأمريكان، عاش حدا في هذا وعد يقلك يحمل الربابي كل ما نقعد نجيب سيرت ويحمل الربابي ويقول لي ما أنت عامل حمل علي لأنه الأمريكان، وخلص عملت ديل أنت والأمريكان، خلص هوا في تكتك على رواء أوكي بلاها معزوفة الربابي هلأ خلص. غير هيك أنا مبسوط أنه أخيراً اكتشفوا أنه مش كل شيء محاصصة وقتل، طلع فينا ناكل عنب وهذا شيء منيح، وهذا شيء منيح كمان، بس المهم ما يصير في محاصصة على العنب، وهون نحن حيكون جاهزين ومتأهبين في كل ساح وحيث يجب أن نكون لنرصد أي تجاوزات أو محاصصات ستحصل في هذا الملف، وهي سجلوها للتاريخ اوكي. غير هيك قطعناهم هلا هول منقولهم، بس يعني مشان هيك بلش من هلا بوضوح كثير ملفات كنا يعني اذا بقول بقولوا هذه واحد عم بيقول هلا اذا مشينا في هذا الملف بصير يقول ما في شيء الا هول، هلا صار واحد مريح راسه عملته ديل معهم للجماعه ما بقى تقرؤونا بهذا الموضوع. طيب هلا بنكمل بملف المدعوم كرمال هيك خلينا نشوف التقرير قبل ما اللي بيذكر العالم جوز كلام مع شويه اشخاص مع كم وزير بدنا نحكي مع تبع التليفونات ولو انه برايي بالاسابيع اللي جاي رح يكونوا مشغولين بحالهم بدل ما يعملوا تليفونات ليدافعوا عن وزير الزراعه والصناعة بوضوح، بس لانه ناطرين بعرفهم عم يحضروا على حراره وحابين يسمعوا كلمتين. خلونا نشوف تقرير ملخص عن الحلقه الماضيه ومنتابع. لك حبيبي اذا فينا نعمل فاتور طاين، بس انت طلعها من عند، بس المشكله كيف بدك تطلعها من عندك، طلعها من عندك على السعر الغالي بيعمل لك مشكله شيء عم فريد. انت شوف اول شيء شو الانفع لك، فهمت علي؟ الفاتوره هاي الكوميرشال ما عندها مشكله عليها نتحكم فيها. هكذا دار الحوار بين التاجر البقاعي شكر الله المعلوف وأيمن الحجاوي صاحب شركة الحجاوي في تركيا للتلاعب بفاتورة سلفات الأمونيوم التي وثقت وحدة التحقيقات الاستقصائية آلية سرقة أموال اللبنانيين وتهريبها إلى الخارج من قبل المستفيدين من قرار الدعم. هون تهريب دولارات على سعر المدعوم بعملية بضرب فواتير من الخارج. خلينا نشوف الخريطة عادة كيف بتصير. كانت العملية ربطا بحادثة حنتناولها بالوثائق، يعني هون هون منشوف كيف انه عملية الاستيراد من تركيا على سعر معين، سعر معين تجي على بيروت وتنضرب الفاتورة، تنعطى فاتورة بسعر أغلى أغلى بكثير، يعني بين 270 ألف دولار الفاتورة الأساسية بتصير 480 الطلب للمحكم، وعلى أساسها بصير التحويل وبيتحول بهالحالة مبالغ، يعني اللي هن بيطلعوا بهالحالة اللي حنثبتها اليوم 209,000 دولار حالة واحدة، هاي فاتورة واحدة 209,000 دولار يتم تحويلهم على سعر 3900 المدعوم. ما ثبت في ملف السلفات تبين أنه نمط معتمد لسرقة أموال الدعم، وهو ما كشفته الحلقة في التسجيلات بين معلوف والمحاسبة في مكتبه تالا، والتي تتمحور حول ضرب فاتورة لشحنة ذرة. هيدي نحط سعرها سألتك 263 دولار مثل ما جاي فاتورتها من برا فعليا، يعني مثل ما هي على البور هلأ. إذا أنا قلت لك عمليها هالقاد بدنا نقدمها على الوزارة أنت بتلفتي لي نظري لك بالعادة بتعرفيها، لا أكيد بدك تحطيها على القليل 335 دولار. للحصول على موافقة وزير الاقتصاد راؤول نعمي كان لشكر الله المعلوف تواصل مع مستشاره برونو الزهر الذي تبنى البواخر المستوردة لصالح معلوف لتأمين حصوله على الدعم من مصرف لبنان. اي اوكي اوكي نكرح له انه الدرة 3950 انه انا داخل فيها معك،
سو بيهمني وضعها تمشي بأسرع وقت. يلا حبيبي بكون ممنونك برونو أنا، يلا وأكيد أنت معي يعني حبيبي. مرسي لك. للرجل تواصل مباشر مع المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ومع مدير عام القمح والشمندر السكري جريس برباري، اللذين أعطيا حق الرد على ما ورد على لسانهما. مع أنه حتى نتأكد من مصرف لبنان إذا قبض هو هيدا المبلغ ولا البروفورما. قبض لهيدا وعندي الدليل من مصرف لبنان. قبض على 240. كتير منيح، إذا قابض على هاي أكيد نحن قدام ضرب اختلاس بكلمة للكلمة من المعنى، ولكن هيدا الموضوع كلياته بينوضع بعهدة القضاء، وبالتأكيد هلأ لما بتقعد مع الشخص المعنى يعني بيساعدك فيهم كلياتهم. يا ريت ترد لي خبر، أنا هون قريب عليك في إلك غرض عندي، صار مرتين ثلاثة بجيبه معي وبرجع برده حبيب القلب. فيك تسأل شو هو؟ لا أنت تضحك، خوخات قال هيدول أول بوسم هيدا يمكن التعهد اللي كان لازم يعمله. عفوا انا افتكرت بهذا الشيء. نحن الجمعه بكل الاحوال 9:30 عندنا حلقه، اذا حابب تكون معنا باستوديو موجود هون بلبنان بتكون معنا، اذا بدك تكون عبر زوم تسمع الادله والتسجيلات لانك مش موجود هون تعلق عليها وحده وحده امام الراي العام، نحن جاهزين. حاضر انا بكون معك على التليفون. انا حاضر. يلا اتكلنا. باخذ وعد منك انه الجمعه معنا بتكون على الهواء. الله راد. اتكلنا. الله يعطيك الف عافيه. اوكي شكرا يعني. شكرا. لم يلتزم المعلوف بوعده بالرد خلال الحلقه وتهرب. ماذا قال خلال مواجهته هاتفيا؟ وكيف رد كل من برونو الزهر وسيمون جابور على التسجيلات التي تطالهما؟ وماذا عن وزير الاقتصاد أمين سلام الوصي على من وقع لتهريب أموال الدعم في عهد سلفه؟ طيب إذن هذه السيد شكرالله معروف للأسف لم يلتزم بما كان بالوعد الذي كان قد قطعه لنا لجهة المشاركة بالحلقة. طبعا احنا كنا واجهناه يعني على التليفون، كنا متأملين يكون معنا بالحلقة مشان يعني اعطائه حق الرد للرد على اي او توضيح اي امور بالنسبة له ممكن تكون عم تفهم غلط، ولكنه اختار ان لا يشارك في هذه الحلقة. هذه نحن هنستعرض المواجهة معه على التليفون، بس قبل انت شو